في إطار خطط الانسحاب من مخيم خور أبشي للنازحين في دارفور، سلمت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المخيم للسلطات السودانية تنفيذا لقرار مجلس الأمن بإنهاء مهام البعثة في دارفور بنهاية يونيو المقبل. اليوم أنا في غاية السعادة لحضور هذا الاحتفال بمناسبة مغادرة اليونيميت من منطقة خور أبشي ومن ثم من ولاية جنوب دارفور، لأننا استعدنا السيادة السودانية على هذه البقعة الأرض الطاهرة المباركة. ودعا والي جنوب دارفور موسى مهدي المواطنين إلى المحافظة على المعدات والآليات، مؤكدا التزامه بتوجيه المعدات والآليات ومباني البعثة للاستخدامات المدنية في منطقة خور أبشي لخدمة الصحة والتعليم. تم رفع العلم السوداني وسحب علم البعثة التنزانية والأمم المتحدة من الموقع، وبهذا تكون المنصة تابعة لحكومة السودان ممثلة في ولاية جنوب دارفور. وكان أعضاء مجلس الأمن قد أصدروا قرارا نهاية ديسمبر الماضي بإنهاء عمل قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور بعد ضغوط من روسيا ودول إفريقية.